والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال. سارة نجيب والتفاصيل. سارة. شكرا محمد، شكرا إيمان. مشاهدينا هذه جولتنا الاقتصادية للسادسة. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الموانئ التابعة لتعزيز تنافسيتها ضمن مثيلتها المجاورة. وخلال الندوة التي نظمتها السفارة المصرية في لاهاي، أوضح رئيس اقتصاديات قناة السويس أن التعاون سيكون مع كبرى المشغلين العالميين لتشغيل الأرصفة والمحطات لتضاهي الموانئ العالمية. وأضاف جمال الدين أن العمل على دراسة الحوافز التي تجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ التابعة والاستفادة من موقعها الجغرافي المميز على ضفتي أهم مجرى ملاحي دولي من أهم الخطوات، مشيرا إلى الخطط الجاري تنفيذها لربط هذه الموانئ بريا، خاصة الربط بين ميناء العين السخنة والبحر المتوسط من خلال القطار السريع الجاري تنفيذه بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية. جهود دؤوبة تقوم بها الدولة المصرية للتشجيع على زراعة وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح. وفي محافظة سوهاج يجرى العمل على قدم وساق لإنجاز عملية توريد الأقماح دون عوائق أو صعوبات. تتواصل عمليات توريد الأقماح في مختلف محافظات الجمهورية، ففي محافظة سوهاج أعلنت المحافظة أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بلغ أكثر من 26 ألف طن منذ بدء موسم توريد القمح، مشيرة إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات. يتم استقبال السادة المزارعين وعمل التيسيرات اللازمة لهم، حيث يتم استقبالهم وترتيب الأدوار للدخول إلى مواقع الاستقبال، ويتم عمليات الفرز عن طريق اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لفرز الأقماح وإعطاء الدرجات المناسبة له. بناء على تكليفنا برئاسة موسم القمح والاستلام في صومعه أولاد نصير، يتم استلام الأقماح من بداية الموسم حتى الآن، ووصل الرصيد صباح اليوم 8000 طن أقماح موردة للصومعة، وإن شاء الله المعدلات بزيادة، وبنحاول قدر الإمكان بالتيسير على المزارعين، وإن شاء الله تم صرف حافز توريد لموردين القمح المحلي 10 كيلو ردة لكل أردب. الساعات التخزينية احنا عندنا بالنسبة لمحافظة سوهاج تسع ل 152 ألف طن صوامع وشون وبناكر وهناجر. طبعا السنة دي الحمد لله سعر الأردب بتحسن، بيجي 1500 جنيه لسعر الأردب 150 كيلو، وبرضو معالي الوزير جاب لنا 10 كيلو ردة دعم أو حافز للأردب سواء للمزارعين أو للشركات أو للتجار الجملة اللي بيجمعوا ويوردوا الأقماح. محافظ سوهاج طارق الفقي أصدر توجيهاته لجميع الجهات المعنية بتدليل كافة العقبات أمام المزارعين وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، والقيام بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد لمنع أي تلاعب، إضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة. أنا جيت وردت قمح هنا لو 8500 جنيه على وزن 150 كيلو، وتمام مسهلنا الاجراءات وكل حاجه، وما فيش اي مشاكل هنا بتقابلنا، والناس مسهلنا اخر حاجه هنا الصراحه. يعني مساحه القمح المنزرعه هذا العام بلغت 174816 فدان بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظه 16 موقع تخزيني اضافه الى تشكيل 16 لجنه لاستلام الاقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط على درب رابع انخفاض أسبوعي لها، إذ جددت المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين المخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم. وانخفض سعر خام برنت بنسبة 49% ليصل إلى 74 دولارا و61 سنتا، كما نزل خام غرب تكساس بنسبة 42%
7% مسجلا 70 دولارا و57 سنتا. هذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 17% لتصل إلى دولارين و35 سنتا للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 68% لتسجل دولارين و21 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلق سوق الأسهم في الإمارات على انخفاض إثر هبوط الأسهم العالمية بعدما أدت بيانات اقتصادية أمريكية وصينية لزيادة المخاوف من حدوث تباطؤ عالمي، وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 0.4% مواصلا التراجع للجلسة الثانية على التوالي، بينما أغلق مؤشر بورصة دبي منخفضا 0.3% متأثرا بخسائر في أسهم قطاعي المرافق والاتصالات مع هبوط معظم الأسهم. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة مرة أخرى إلى إيمان ومحمد. شكرا لك سارة.